سأناقش هذا الموضوع مع ضيفي من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية. الدكتور إحسان أهلا بك. ومن القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد الباحث في العلاقات الدولية. دكتور أحمد أهلا بك. أبدأ مع دكتور أحمد. دكتور أحمد أريد معك أن أرصد هذا التباين، هذا الخلاف السياسي في الداخل الإسرائيلي. المقارنة منذ 163 يوم حتى اليوم اللهجة زادت والاختلافات زادت، يعني يائير لبيد يتحدث بلغة مع نتنياهو اليوم مختلفة تماما عما كان يتحدث بها سابقا، وبالتالي إلى هذا الانقسام السياسي إلى أي حد يمكن أن يؤدي إلى رضوخ نتنياهو لهذا الانقسام أو ضغوط على نتنياهو أو خضوع له في تنفيذ أو الإحجام عما يريد عمله في رفح وغيرها؟ يعني تحياتي لك أستاذ محمود ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة الحدث الكرام. يعني في اعتقادي الخلاف أو الانقسام السياسي في إسرائيل هو في إطار تبادل الأدوار وحكومة اعتبارات سياسية، بمعنى أنه ليس خلاف جوهري حول الأهداف. الكل متفق في إسرائيل حول القضاء على حماس، حول استمرار في الحرب، ولكن ربما الاختلاف هو في آلية ونمط إدارة هذه الحرب، مع وجود تيار وقطاع من الشعب الإسرائيلي والمعارضة بأن نتنياهو يدير المعركة وفقا لاعتبارات المصلحية والشخصية والاستمرار في الحكم على حساب الأسرى وأهالي الأسرى، ودون أن يحقق حتى الآن أهداف واضحة أو انتصار عسكري يمكن أن ينهي الحرب. وبالتالي ليس هناك اختلاف حول الآليات الأخرى والأهداف. يائير لبيد هو كان دائما يعني يبدو كأنه معارض لنتنياهو في أعماله أو في إدارة الحرب، لكن عندما تم طرح مشروع قرار يرفض الدولة الفلسطينية تم الموافقة عليه بالإجماع، ووافق يائير لبيد على هذا المقترح، وبالتالي هنا خلاف في التكتيكات. ولذلك لا أعتقد أن يترجم هذا الانقسام إلى أن يكون ضغوط حقيقية تمثل كابح أو كوابح لنتنياهو سواء في استمرار الحرب أو في معركة رفح، ولكن حتى لو انضاف إليهم بيني جانتس أيضا، يعني حتى لو أصبح يائير لبيد وبيني جانتس وآخرون، يعني حتى لو وصلت لهجة يائير لبيد وهو يقول أن إسرائيل ستخسر هذه الحرب، يعني هو لم يقل هذا قبل ذلك. يعني هو يقول من منطلق أن إدارة نتنياهو إدارة سيئة للحرب، وهو بالتالي لم يحقق أي أهداف حتى الآن بعد 163 يوم. النقطة الثانية، يعني الآن نتنياهو ما يهمه هو الائتلاف المتشدد معه سموتريتش وبن غفير، وهؤلاء قدرون على حشد 64 صوتا في الكنيسة، وبالتالي الاستمرارية، وبالتالي هنا الضغوط يمكن أن تؤتي إذا ما شكلت المعارضة تهديد حقيقي لحكومة نتنياهو وأدى لإسقاطها وأدى لغيرها، وهذا غير مطروح في هذا التوقيت. وبالتالي نتنياهو لا يعير اهتماما كثيرا بهذه الانقسامات او حجم هذه الضغوط، وبالعكس هو ايضا اعطى رساله للخارج وللحلفاء بانه مستمر في العمليه في عمليه رفح رغم المعارضه المتزايده ورغم التغير الحقيقي في اللهجه وفي الاليه في من الجانب الامريكي. لكن لا يمكن القول حقيقه ان الداخل الاسرائيلي وانقساماته هذا جزء من الصراع السياسي الداخلي، جزء من توظيف الاوراق، لكن لا يوجد هناك خلاف او انقسامات يمكن ان نقول انها يمكن ان تمثل تحولا جذريا في الموقف الإسرائيلي سواء من استمرار الحرب أو فيما يتعلق به نمط إدارته. دكتور إحسان الخطيب، صحيفة معاريف الإسرائيلية بتنشر معلومة يعني قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، وأنا أسألك هل ممكن تكون المعلومة دي صحيحة أو خطأ. تقول إنه أمريكا قدمت مشروع قانون إلى مجلس الأمن لوقف دائم لإطلاق النار، وقف دائم مش وقف مؤقت، وقف دائم لإطلاق النار، وإنه في لغة حادة ضد نتنياهو فيما يتعلق بعملية رفح، وأنه وصل الأمر إلى تهديدات. هذا ما نشرته معاريف. هل ممكن أن يقدم الأمريكيون مشروع قرار إلى الأمم إلى مجلس الأمن يطالب وقف دائم لإطلاق النار، رغم أن هم قبل ذلك رفعوا فيتو وقدموا فيتو لذلك حينما قدم مشروع يطالب بوقف دائم لإطلاق النار؟ تحياتي أولا. نعم هذا ممكن احتمال، كم هو احتمال يعني لا أعتقد يعني نسبته عالية جدا. الأمريكي محبط من الموقف الإسرائيلي، من نتنياهو شخصيا،
لأن بايدن يعني اعتقد أن الدعم غير المحدود الذي قدمه لإسرائيل، لأن ذهابه شخصيا إلى إسرائيل بعد هجوم أكتوبر ودعمه غير المحدود وعدم انتقادهم بالعلن يعني والضغط عليهم علنا معنويا حتى، يعني ربما يعطيه فسحة من المجال للتأثير على قراراتهم. ها هو كان يعتقد بذلك، واعتقد ذلك خطأ، يعني أعطاهم دعم غير محدود ولكن تعنت الإسرائيلي ورفض كل الاستجداءات الأمريكية تقريبا، يعني لا لم يرد، يعني رد عليهم ربما أنه شيء بسيط من المساعدات، شيء نذير جدا جدا جدا. أعتقد كان موقف الإسرائيلي أولا لا تدخل نقطة ماء أو أي مساعدات إطلاقا إلى القطاع، قال ذلك وزير الدفاع. ولكن الأمريكي اليوم يصمصر إلى مرأة الاعتقاد أن هذه الحرب كارثة عليه على أمريكا تحديدا. إسرائيل لا يكترث، الإسرائيل سمعته في الحديد ولكن الأمريكي ضغط كبير عليه. الأمريكي وصل إلى مرحلة أن يعتقد أن قناعه أن نتنياهو لا يكترث لمصالح أمريكا إطلاقا، يعني يهرج أمريكا، أمريكا وقفت معه بشكل استثنائي ولكن لم تجد أي تجاوب معه. لماذا؟ يرد عليهم يقول أنا عندي يمين، اليمين في الحكومة الإسرائيلية، عندي سموتريتش وعندي بنغفير، وإذا خسرتهم تسقط حكومتي وأنا منتخب ديمقراطيا. ولكن يعني تعب الأمريكي معه وربما يتجه إلى ذلك. طيب دكتور أحمد، هنا مراقبتك للموقف الأمريكي، والحقيقة البعض اختزل الموقف الأمريكي كله في موقف بقى صراع شخصي، يعني بايدن نتنياهو وليست أمريكا إسرائيل، لأنه لا أمريكا ولا إسرائيل المواقف تتغير بينهما، لكن التغير الحقيقي ينتج في علاقة الرجلين، علاقة الرئيس بايدن بنتنياهو تحديدا في هذه المسألة. في لغة متطورة أيضا ونحن نراقب، في لغة وتصل إلى الحدة وارتقت إلى درجة التهديد، أن أمريكا ستتخذ خطوات إن فعلا أقدم نتنياهو على اجتياح بري لرفح. يعني أنا في اعتقادي أستاذ محمود بالفعل تغير على مستوى العلاقة ما بين بايدن ونتنياهو، كما أنت أشرت العلاقة بين أمريكا وإسرائيل هي علاقة راسخة ولم تتغير، والدعم الأمريكي العسكري والاقتصادي وكله مستمر ولم يتغير. ولكن الآن بدأت إدارة بايدن تشعر أن حكومة نتنياهو تشكل عبء استراتيجي، يعني بدأت تؤدي لتداعيات سلبية عليها، أولا من الناحية الإنسانية وتضرر سمعة أمريكا وتضرر سمعة هذه الإدارة في ظل هذا العدد الكبير من أكثر من 32,000 شهيد من النساء والأطفال. وقال بايدن نتنياهو هل ستحتاج 30,000 آخرين لكي تقضي على حماس في رفح؟ الأمر الثاني هو التململ من إدارة الحرب الإسرائيلية نتنياهو وعدم وجود خطة موثوقة، ولذلك أمريكا تراخت في ربما في الفترة السابقة، لكن فيما يتعلق برفح وهي فيها 1.5 مليون هنا وقفت وبدأت تغير اللهجة وتتخذ موقف أكثر حدة. وقال بايدن صراحة أنه خط أحمر أن تقتحم إسرائيل رفح ما لم تكن هناك خطة موثوقة لإجلاء المدنيين، بمعنى بايدن لن يتقبل أن تقع مجازر جماعية أخرى ستضر به. وهذا يرتبط باعتبار داخلي في أمريكا، الاعتبارات الانتخابات الأمريكية في ظل تقدم ترامب، في ظل جرس الإنذار في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان وغيرها من الولايات المترجحة، ومئات الآلاف قالوا لبايدن أنهم لن يصوتوا له، وبالتالي هو يشعر بأن استمرار السياسة أو الصلاحية المطلقة لنتنياهو في إطار دعم إسرائيل ستؤدي تداعيات سلبية إنسانية وتداعيات لهذه الإدارة ومصالحها الاستراتيجية. ولذلك بدأ يغير الصلاحية من صلاحية مطلقة إلى صلاحية مشروطة ومرهونة باستمرار الدعم. هذا انعكس في الخطاب بايدن، خطاب أيضا جاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهذه أول مرة أن يتكلم بأن إسرائيل أضلت الطريق. وبالتالي هناك شعور الآن بأن نتنياهو يمثل مشكلة كبيرة، ولذلك هم حاولوا البحث أو دعم بديله بني جانس، لكن هذا أيضا فشل في ظل يعني الائتلاف الحاكم الصلب حتى الآن والمتطرفين. الأمر الثاني، تقديم أمريكا لمشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن في وقف فوري لإطلاق النار وأيضا يضع قيود على رفح يمثل تحولا أيضا، وبالتالي أمريكا لن تتحمل مثل أن تستمر إسرائيل في هذه السياسة، ولذلك هذا يمثل تحول مهم، يمثل أيضا كابح لنتنياهو فيما يتعلق بعملية رفح المقررة.